السلام عليكم. دونك في البداية واش نقول لكم؟ نقول لكم صحة مولودكم. اليوم راح نديرو ادمينستراسيون باستوري، راح نديرو لي في. اوكي، دونك واش كاين في في؟ نبداو بلا ديفينيسيون. واش قالك هنا؟ قالك اون في اون طابل فيرتشيال، اوكي امبليمونتاسيون فيزيك دو سي دون كالكولي ابارتيير دي طابل دو باس بار اون ريكام. سين واش قال؟ قال لو في عبارة عن جدول افتراضي، عن جدول افتراضي، اوكي امبليمونتاسيون فيزيك سيتوني. تسمى البيانات المتواجدة في هذا الجدول الافتراضي هي بيانات وهمية، هي بيانات وهمية. كالكولي ابارتيغ دون طابل دو باز با اون ريكات. تسمى باش نكري لا في هذيك لازم نحتاج دو شوز، لا ريكات، لا ريكات هذيك، ولا طابل دو باز. تسمى نقدر نكري اون في ابارتيغ دون طابل اوريجينال، لي طابل هذوك اللي عندنا في لاباس دوني، لي طابل نورمال اللي نتعاملو بها توجور، ونقدر نكري اون في ابارتيغ دون اوتر في. اوكي 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 انا علاش ندير لي في هذيك؟ علاش نكري لي في هذيك؟ نكري لي في بوغ دو ريزون، لا سيكوريتي لا سامبليفيكاسيون. نبداو بلا سامبليفيكاسيون. انت مثلا عندك عندك اون ريكاب طويله معقده، فيها فينكس، فيها كونت، فيها سون، فيها افي جي، فيها بزاف تاع جوانتور، بزاف لي كونديسيون في لابارتي تاع الوار، وهادو كامل راح والبروبليم مشكل تحتاج ليكزيكسيون دي سيت ريكاب بليزيوغ فوا. اوكي تحتاج تكزيكيتيها اليوم وغدوه وبعد سمانه. انت دوكا لو كان هذيك معقده ما تقدرش تشفى اكزاكتومون واش كاين فيها خاطر طويله. اوكي واش انت راح دير؟ راح دير ان فيو، ان فيو ا بارتير دو سيت ريكاد لا، وراح دير بورد سيليكت ايتوال فروم فيو، راح تعطي لك نفس النتائج كيما لو كانت المعقده الطويله اللي كانت تكتبها. اوكي تسمى نتا عندك ريكا طويله في هذا ويلي. اوكي راح تكري اون في، راح دير بوك سيليكت ايتوال فروم اسم لا في هذيك، وخلاص راح تحصل على نفس النتائج كيما لا ريكا هذيك. اوكي هذه هي لا سيكوريتي. كيفاش تحقق لا سيكوريتي؟ انت مثلا عندك في لاطابل اوريجينال تاعك عندك نو اوتيليزاتور، نو اوتيليزاتور اي باسورد اوتيليزاتور. اوكي راح درت اون سيليكسيون في النو اوتيليزاتور اي برونو اوتيليزاتور، ما كانش باسورد. اوكي مثلا انا كهاكر، اوكي شفت الركات هذيك، اوكي شفت برك نوح برينو، مي الباسورد هذاك اكزيستي، اكزيست دون لاطاب. اوكي اكزيست دون لاطاب، تسمى غاس انت دار سيليكسيون في دو شوز هذي برك، نقدر ابارتي دو سي دو تريك لا، ما سي دو شوز لا، نتوصل بكاين حاجه اسمها باسورد في لاطاب تاعك. اوكي بصح اذا كريت مثلا ان في، ان في فيها نو اي برينو اجليزاتور. اوكي انا كهاكر ما نقدرش نعرف بلي كاين ان طابل ولا كاين اون اوتر كولون فيها باسورد، خاطر اصلا الباسورد هذاك انكزيست با دون لا في هادي، ماشي كيما لي طاب، كيما لي طاب انكزيست نقدر نتوصل لا كولون هادي، مي في ليفي نيكزيست با اصلا. كيفاش انا نعرف الحاجة اللي كاينو هي نيكزيست با اصلا؟ كيش غير ما درتهاش، ما درتش اصلا حاجة وسمها باسورد اوتيليزاتور في ليفي تاعك. اوكي على بها قلنا بليك البيانات تاع الطبل هذيك هي بيانات مخفية، هي بيانات وهمية. اوكي الطبل وهمي، تسمى اذا ما درتش الكولون هذيك ما نقدرش زعما ملافي هذيك تقولي اوكي تقدر ملافي هذيك نشوف واش قاتل، ما نقدرش ملافي هذيك نشوف واش كاين في الطاب. اوكي هادي لا ديفينيسيون تاع لافي. اوكي دونك نديرو لافي في هادي الحوايج. مثلا انت عندك لاطاب اوريجينال تاعك فيها بيانات حساسه، ما على باليش في شغل كاين بيانات حساسه كيما الباسورد، كيما بزاف معلومات اللي تقدر تكون حساسه. انت اصلا علاش ما تستعمل باسورد؟ ما تستعملش باسورد. انت مثلا تريد تافيشي نيمو وحالي بلون جيزاتور اللي يستعملوا لابليكاسيون تاعك. اوكي ما على باش مثلا ترسل لهم ميساج ولا ترسل لهم اي كاين ميساجور لابليكاسيون تاعك، تقول لهم بلي كاين ميساجور ولا حاجه سيليكسيون لي زيميل، تقول هذه الحوايج انت ما تحتاجش باسورد. اوكي او باش ندير مثلا لا سيكوريتي لاباس دوني تاعك، ولا ما دير لا سيليكسيون على لا طابل اوريجينال تاعك وين كاين البيانات هذه الحساسه اللي يقدر الهاكر يتوصل هذه البيانات، راح دير
ان فيو فيها برك البيانات اللي تحتاجها، البيانات الغير حساسه كيما نو هايبرينور. هاك واش راح يدير بالنو هايبرينور؟ ما يحتاجش يدير والو بالنو هايبرينور. اوكي تسمى راح دير ان في فيها نو هايبرينور، وتقدر دير لا سيليكسيون لو بديت ولا حوايج على النو هايبرينور هذيك. وطبعا اذا درت لو بديت على النو برينو اللي كاين في لا فيو، راح يدير ابديت في النو هايبرينور اللي كاين في لا طابل، في لا طابل اوريجينال. اوكي مي تقدر تمنع بيان سور هذه الحواجب بليك اذا دارت اوبديت في لا في، ما يديرش اوبديت في راتا. اوكي المهم هذا هو الخاصه بلي راح نلقاو في السنتاكس تاع لي في. اوكي اذا قلت لي كيفاش نمنع بليك واحد اذا غير في النوع تاع الريزاتور راح يغير في الطابل الاوريجينال، كاين بزاف حوايج. الاول الحاجه اللي اسمها لي تريجر، اوكي اسمها لي تريجر ولا لي كلونشر، تقدر تمنع دير هذه الحاجه. اوكي واش كاين واش كاين. اوكي راح نروح كيفاش نكرييو ريكرياسيون جي في. تسمى كيما لي طاب كرييت في في نيم شون 1 شون 2 شون 1 شون 2 سون اوبسيونال. اوكي ا سيليكت كولون 1 كولون 2 from table name word condition. اوكي drop view view name هادي بور لا سكرو لا سكريسيون، راح نديرو drop view view name كيما لي طاب. اوكي رونومي تسمى rename view anciennement sur nouveau nom. موديفيكاسيون كيما لي طاب alter view view name شون a select لي كولوم هاديك from table name word condition. اوكي دونك راح نروح لا بارتي براتيك. مثلا انا عندي هنا دو طا، هنا عندي هنا اون باز دوني تسمى ادرو بي دي في. عندي دو طا، اول طاب هي اونتربريز. واش كاين في اونتربريز؟ هذه كاين اي دي اونتربريز اي نون اونتربريز. لي اونتربريز اللي عندي، عندي شركة ادوبي تعرفوهم، مايكروسوفت تاني تعرفوها، ايوبيت هي شركة تتعلق ب ديزانستالي دي لوجيسيال، ميزاجو دي لوجيسيال، اكتشاف مشاكل تاع لوجيسيال مع الحل، تعطيك الحل تاع المشاكل هادو كامل. تسمى شركة تتعامل مع لوجيسيال بصفة عامة. اوكي واش كاين في الطابل الدوزيام؟ كاين واسمها لوجيسيال، بيان سور كاين دي لوجيسيال، كاين وورد، باور، هنا كاين اي بي نو كاتيجوري بري كاتيجوري شي كلي ايترونجيا بريفيرونس لا كلي بريمير اي دي اونتربريز اللي كاين في لا طابل اونتربريز. واش كاين وورد باور بوينت تبع شركة مايكروسوفت بالبري تاعهم بيان سور، فوتوشوب الستريتور تابع شركة ادوب، انستال تابع شركة ايوبي. اوكي راح نديرو مثلا هنا، راح نديرو مثلا هنا كريت، نديرو كريت فيو، راح ندير زوم شوية. اوكي كريت فيو فيرست فيو اس سيليكت كاتيجوري سون كري فروم جي سي ال جروب كاتيجوري. انا واش درت في هذيك؟ راح جمعت لي بري تاع اللوجيسيال تاع الشركة ودرت المجموعة تاعهم. نقول مثلا مايكروسوفت مجموع لي بري تاع لوجيسيال تاع شركة مايكروسوفت هو هكذا، مجموع لي بري تاع لوجيسيال تاع شركة ادوب هو هكذا. اوكي راح ندير اكسكيوتي وانا راح نديرو فيو اللي في هذيك هنا، انا بلست فيو اي فوالا. سي شركة ادوب عندها لي سوم تاع لي بري تاعهم هو 2300. اوكي تسمى 1300 بلس 1000 هو 2300 تسمى صحيح. اوكي هنا تاع مجموع لي بري تاع شركة مايكروسوفت، مجموع لي بري تاع لوجيستيال تاع شركة مايكروسوفت، هنا تاع شركة ايوب. اوكي انا ما عجبتنيش هكذا، ما اذا عندي 15 مثلا اونتربريز، ما عمليش بليك 10 تمثل اونتربريز هذيك و 12 تمثل اونتربريز هذيك. تسمى لازم ديما نرجع للطاب الاوريجينال باش نشوف. اوكي تسمى راح واش نديرو؟ تسمى انا راح ندير دروب فيو فيرست فيو اكزيكيوتي. اوكي خلاص راح نديرو هذيك، راح ندير مثلا create view first view as select category mon entreprise sont pair.
هنقدر تنقل انتربريز. اذا تنقل انتربريز المتواجد في انتربريز لازم ندير لا جونكتور اونتر لوجيسيال انتربريز جروب بي كاتيجوري كيما لا بروميير ريكارد. اوكي اكزيكوتي. اوكي لي فيو فيست فيو. اوكي هنا كان هنا افضل كان نو انتربريز ادوب مايكروسوفت بي او بي. اوكي اوكي مي بصح اوكي سومبري هذيك ما عجبتنيش سوم زعما راح ندير هادي كونترول سي كيما فيست فيو كيما اللي ركبت هادي الاولى كامل. اوكي بصح انا بالك سوم بري درت اس سوم بري لوجيسيال بيان سور. قلت لكم بيك تقدروا هنا ديروا لي شون اذا حبيتوا ديروا اعاده تاسيس من لي شون هادي. ما نقدرش هنا ندير مثلا سوم بري لوجيسيال هنا خاطر اذا درت سوم بري لوجيسيال هنا راح يكون يعني عدم توهق. علاش خاطر هنا درت واحد وهنا كاين ثلاثة إذا كاين هنا تروا كولون سيليكسيوني لازم هنا يكون تروا شون سيليكسيوني تاني ولا تروا شون راح لازم ديرهم هنا. اوكي الأول تابع لهذا الثاني تابع لهذا الثالث تابع لهذا ما تقدرش دير هنا واحد هنا دير ثلاثة. اوكي اوكي مي بصح أنا حبيت إعادة تسمية لشون واحد على التسمية لسون بري هذا تسمى واش ندير سون بري أز سون بري لوجيسيال. اوكي وهنا درت ألتر. اوكي درت الالتر يعني معلومه زياده. قالوا لي بيك تقدر هنا وعلاش ما ندير هنا ريبليس. ريبليس ما تمشيش مع ريبليس ما تمشيش مع ماي اس كيو. اوكي ما تمشيش مع ماي اس كيو. اوكي مع اقل مع لافريزون دي تاع اس كيو. اوكي تسمى راح نديرو الالتر. اوكي راح نديرو هذيك فيست فيو. اوكي هذا افضل سون بري لوجيسيال هنا اون انتربريز. اوكي اوكي شيء جميل جدا. اوكي نروح للحواج بلو افونسي راح ندير اون دوزيام فيو. راح ندير اون دوزيام فيو. واش دات في دوزيام فيو هذيك قلت كيت فيو سكند فيو اسيليكت اي توا فروم لوجيسيال و كاتيجوري كلاتو. انا درت اون فيو خاصه بمنتجات شركات مايكروسوفت. اوكي انا اوكي عمليه يقتضي ذلك لازم ندير ان فيو باش تسهل العمل تاعي خاص بمنتجات شركات مايكروسوفت. اوكي اوكي راح ندير اكسكيوتي. اوكي هنا كان سيكند فيو شوفوا هنا منتجات خاصة بشركات مايكروسوفت. اوكي راح ندير هنا مثلا انسرت الانسرت راح ندير الانسرت هنا درت انسات انتو سكند فيو لي شون هذيك تاع الفيو فاليوز ديز اوتو اكس تي 1 3 5. شوفوا انا واش قلت انا قلت هو كاتيجوري قال دو ونعرفوا احنا اوتو اكس تي ليس بمنتج شركة مايكروسوفت هو خاص بمنتج شركة اوتو. اوكي اوكي اسكي تي راح انسي لاف لافي بيان سو ما راحش انسي لاف لافي. اوكي خاطر بيان بيان عدات لا كونديسيون وار كاتيجوري لا 1 و ادوب اكس دي بيان ادوب دات كاتيجوري لا 2 ادوب اكس دي الكاتيجوري تاعو هو واحد. اوكي ما راحش تانسيلا مي اسكو راح تانسيلا في لاطاب بيان سور راح تانسيلا راح تانسيلا. اوكي راح تانسيلا اذا انسيت حاجه في لافي راح تانسيلا في لاطاب اذا حاجه انسيت في لاطاب هنا ممكن تانسيلا ممكن خط ممكن لا. اوكي انا نحسب لكم دي سوري دات فلافي. اوكي اذا انسيت حاجه في لطه اوكي وقلت مثلا في الديزاين في تاعها هو الكاتيجوري لا اذا كانت اذا انسيت الحاجه هذيك في لطه وكانت الكاتيجوري تاعها هو بيان سور راح تنسيها فلافي. اوكي تسمى الملخص اذا انسيت الحاجه فلافي راح تنسيها في لطه اذا انسيت حاجه في لاطاب راح نتحققوا من 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 الشرط اذا الشرط محقق في لافي هذيك راح تنسي ثاني في لافي اذا الشرط غير محقق في لافي هذيك تما ما راحش تنسي في لافي. اوكي اوكي واش نديرو باش نديرو نديرو مثال على انسي في لاطاب. اوكي راح نروح للاس كيو مثلا انسيت انتو الطبل تاع لا طبل تاع طبل تاع اسمها لوجيسيال. اوكي لوجيسيال
كاين ايديلود مملود فاليوز راح نديرو هنا مثلا 20. اوكي هنا اكسل اكسل كاتيجوري تاع الاكسل شحال، ماشي منتجات ادوب، هي منتجات شركة مايكروسوفت ومع البري تاعها. اوكي نديرو اكزيكيتي. اوكي راح نروحو هي دوت انسات انتو لوجيسيال. اوكي نروحو لوجيسيال. اوكي كاينه في لوجيسيال، راح نروحو في السكند فيو راح تانسي في السكند فيو. اوكي كاين و بيان سو راح تانسي تاني في الفيرست فيو. اوكي كنروحو مثلا الفيرست فيو راح تشوفو بلي الثمن هذاك تاع شركة منتجات شركة مايكروسوفت ها تغير 6070. اوكي اوكي بون نروحو لهادي. اوكي بون باش نعاودو هادي كي دات انسات انتو سكند فيو هادي كي دات هادي مثلا راح نعاود هادي نعاودو الشركة هادي. اوكي دات انسات انتو سكند فيو دات سكند فيو. سكند فيو واش قلنا بليك خاص بمنتج شركة مايكروسوفت. اوكي سمعنا راح تروح مي ما كانش سكند فيو مي بصح واش حبيت نقول ما كانش انا بصح لو كانت راحت لو كانت قالت بليك انسيلا لو كانت قال لي بليك راحت. اوكي قالت لي بليك راحت وهنا واش ندير راح دات كريي دات كرياسيون دي ترو جيم جيم تروازيام فيو. اوكي كيما لا دوزيام فيو بصح انا قلت ويز شوت اوبشن قلت ويز شوت اوبشن دات لا تروازيام فيو. اوكي كيما لا دوزيام فيو بصح انا زدت قلت ويز شوت اوبشن. واش راح دير ويز شوت اوبشن هادي قال لي كاتيجوري كاتيجوري اسم خاطئ. اوكي صح اسم خاطئ. اوكي راحت راح ندير انسات انتو هاد خدرت هنا درت كاتيجوري لا ان. هنا راح ندير انسي تاع منتج من منتج شركة ادوب كي اسمها ادوب بريمير ب اي دي 11. اوكي راح ندير اكسكيوت. هنا واش قالك تشيك اوبشن فين تشيك اوبشن فين في المرة الأولى كي درت هذاك تاع ادوب اكس دي ما قاليش هكذا مي هنا قالي نباني و تشيك اوبشن هذيك و تشيك اوبشن راح تقولي مثلا انا درت لانسيرسيو تاع بزاف منتجات. اوكي ما مثلا غلط كان عندي 15 شركه غلط مثلا ما على باليش درت ولا ندير مثلا 14 درت 13 ولا 12 ولا حاجه غلط. اوكي كسره. اوكي اذا ما درتش و تشيك اوبشن هذي لانكات راح تروح راح تقولي بليك لانكات تمت بنجاح ما كري كان اخطا صح بيك ما راحش تنسي لافلاطا ما راحش تنسي لافلاطا بالخطا كاتيجوري الغلط ما راحش تنسي لافلاطا هذه صح مي ما تقوليش بيك غلط. مثلا انا درت ليكسال. اوكي درت ليكسال مثلا درت كتبت هنا اكسال بصح هنا كتبت كاتيجوري كتبت كتبت واحد وليكسال تابع لتنين راح تقولي انا نعرف في بليك ليكسال تابع لشركة مايكروسوفت بصح في الكتابة قولك غلط. اوكي اذا ما تشوي تشيك اوبشن لانك راح تروح راح تقول لي تمت بنجاح وانا راح نقول لك خلاص. اوكي اللي بسام راح في لاطاب الخاصه ولا في الفيلم الخاصه هذيك بمنتج شركه وورد. اوكي مي بصح اذا درت ويل تشيك اوبشن راح ينبهني ابلي ما انسيلاش خاطر مثلا غلطت هنا في الكاتيجوري. اوكي راح تنباني سيك ويل تشيك اوبشن هذيك ماشي بيور بوريا. اوكي نديرو ويز تشيك اوبشن باش تنوبهني يبليك اسكو شارب اذا انسيت الحاجه اسكو صح انسيت ولا لا. اوكي كيما دات مع ادوب بريمير قال لي بليك تشيك اوبشن فايت. اوكي قال لي بليك هادي لانسيرسيون ما نقدرش نانسيريها
علاش؟ على خاطر الكاتيجوري تاعك نيجال با لا كاتيجوري اللي كاين في لاطابل هذيك اللي حبيت انسيلا فيها، ولا لا في هذيك، لا في هذيك اللي حاب تنسيلا فيها، الثيرد فيو هذيك. اوكي، تسمى هذيك الفائده من تشاك اوبشن، لازم نديرو تشاك اوبشن باش كي نتحققوا اسكو صح لانسيرسيو تاعنا جازت بنجاح ولا لا. اذا ما درتش تشاك اوبشن راح يقول لك بيك انسيت بنجاح، حتى اذا لم تانسيري في الطبل هذيك مين راح يقول لك بليك الركات هذيك صحيحه، راح يقول لك صحيحه. اوكي ما انسياش خاطر الكونديسيون ني با ني با فالابل، فوالا ماشي ني با فالابل، يعني لا كونديسيون غير محققه. اوكي مي بصح اذا تشيك اوبشن على الاقل تشيك اوبشن هذيك راح تنبهك، راح تنبهك بلي هذيك ما نقدرش ننسيها في الطابل. علاش؟ على خاطر لا تستوفى الشرط اللي كاين في الطابل هذه، ولا الشرط اللي كاين في الفي هذه. اوكي الشرط اللي كاين في الفي هذه تشيك اوبشن بيان سور راح نقدر نديرو في ريفيو بورت، خاطر ما نقدرش نكريو الطابل مع لا كونديسيون. اوكي نقدر نكريو الطابل ونعلو و تشيك اوبشن ما نقدرش مع لي طابل، تشيك اوبشن متواجده برك في ليفي. اوكي علاش؟ خاطر كي نكريو ليفي نقدر نكريو ليفي وفق شرط معين، ما نقدرش نكريو طابل وفق شرط معين. اوكي ما هدرت في طابلة ما تقوليش مثلا اوكي انا نقدر نكري طابل بشرط معين، دير مثلا اج تشيك اج اسرع من 18. اوكي بصح هادي الشيك هادي خاصه بلا كولوم ماشي خاصه بلا طابل. اوكي انا نهضر خاصه بالطابل ككل. اوكي هنا ندير كرييت فيو عن الفيو هادي ولا الوال هذاك الخاصه بلا فيو كامل. اوكي دونك هذا واش عندي فيما يخص الفيو. اذا كاين اسئله ولا حاجه تقدروا تكونتاكت يوني في فيسبوك، يوني في الكومنتات بيان سور، اشوفكم في النهاية، سلام.